رادس هي مدينة من أعرق المدن التونسية، تاريخها حافل بالأمجاد والذكريات، كيف لا وهي التي سجلت بأحرف من ذهب تاريخها وحاضرها. بالأمس كانت الصد المنيع ضد الاستعمار الغاشم، فقدت زعيما من زعمائها الأفذاذ برصاص الغدر من قبل اليد الحمراء، إنه الشهيد فرحات حشات الذي ضحى بحياته لتنعم رادس والوطن ككل بنعمة الاستقلال والحرية. وها هي اليوم تحتضن درة المتوسط وأكبر الجامعات والجسور والموانئ. رادس فرحات حشاد وعبد الله فرحات وعبد العزيز العروي حكاية من حكايات الزمان يرويها لنا أبناؤها، انطلاقا من بئر الطراز وسيدي بو يحيى ومقام الولي الصالح. كلمة رادس جاية من رادو بطاح. بطاح البطاح هذا كان يستعمل في عهد الرومان الأثرياء في الأثرياء الروم تاع روما، بعد ما هتكوا كارتاج الأثرياء تاع روما معناها قعدوا في كارتاج وعندهم سفن يتخلع فيها موسيقى ويتخلع فيها، ومن كارتاج يجيوا لرادس. على خاطر رادس كانت جنة، هذه نقطة هامة، كانت منطقة فلاحية فيها يحكيوا فيها الغلال الكل، كشغل الرومان يجيو يتفرهدوا في رادس. دونك رادس سيتي ان بتي بور، معناها باش تبين لي تاريخها كانت منطقة جميلة جدا. أنت كي تشوف تو في الطيارة تشوف رادس، هي منطقة فيها 65,000 ساكن، ولكن فيها حاجات خارقة للعادة. فيها غابة، غابة هامة جدا، وفيها البحر ملوث، بحر، وفيها البحر ثم حاجة هامة لاك يجيو العصافر هذاك اللي يقولوها البيروس ولا ايش يسميوهم هذوك. دونك فيها، وفيها الرياضة تقول يا الثقافة، فيها الاستاد تاع المرحوم محمد العقربي اكسترا. دونك التاريخ نتاعها جميل جدا. انا شو نقول، يؤسفني يلي هاك الجمال نتاع التاريخ ما نشوفوش تو. اللاك اللي عندنا اللي يجيو فيه العصافر يعني 3000 كيلومتر مسخ فيه، معناها حاله مزريه. الغابه كيف 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 كيف. دونك شو نقول، انا متفائل، العباد نتاعها طيبين برشا، ومولات بحر ويتعامروا، اما ما فيهاش ديناميكيه نتاع اقتصاديه ولا ما فيهاش ناقصه، ثم ديناميكيه رياضيه، رياضيه باسكيت باسكيت خاصة باسكيت ولا خذات الشامبيونا عند الفريق عند عامين ولا قداش، مش كافي مش كافي. راس كان فيها الخير الكل، كنا شفت الواد كنا نهبط الواد نصطادوا الحنشة والبوري والقاروس كله يدخل للواد، ونحن صغار نطلع نحطوه في واحدة كل العصا عش عصا من الصنارة سمارة نقولوا لها، نعلقوا فيها ونطلعوا نشمشتوا ندبروا في الريوس على القندرة القديمة. ولهنا في بيرت الراس ما كانتش هكا، كانت مسيبة أيامة الخير، والقازون وخاصة مولاها فاروق سبالة سباب الثلاثة، فاروق بن عبد الجليل الشريف شربت الماء فهمني باهي تو الماء فاست. وكانت من تالي من هنا زوز من أعز الرخام في العالم من التاريخ كانوا يعصروا بها الزيتون بالعربي، يبدو بالبهيم حاجة كربتها ويقبوا. واحد كان لهنا رجل كبير فهمتني، جاء سارح فهمني هكاكا ما عنده الكلاوي،
بدا يحفر باش يشرب هو ويشربك الهوايش. طلع الماء هو بير تيرزي سموها بير الراس. شرح ببورقيبة كنت كي تمشي تقول في فرنسا تحوس البحر كانوا يسربيو فيه. بنقلوه اللي على الماء كبير كانت العباد تقعد وشيخة وتشرب وجو ومحلى جو في طول الجملة. تولوا مثقفين في طول الجملة يبيعوا إلا راد سلاء. وبتبعتها الناس ما عادش تلفت الرواتسية للشرب خطر غلي عليهم. وهو مش يحبوا يحبوا يغليوا في الشرب باش يدوروا للحرابش. فهمتني؟ رادس من أعز البلدان الواد. كنا نعوموا في قلت شمامة. من بعد كنت علموا العوم في قلت شمامة نمشيوا قلت تفيتوا وقلت تفيتوا ونتعدوا لبيت بيت الكروسة التوب هذيك. فهمتني؟ بيت الكروسة يقولوا والعلموا عند الله غرغت فيهم هي مات البيات غرقت فيها معروسة هي ورجلها بكاليس نتاعهم. منين طاحوا ما طلعوا غار قاسر خط البقعة هذي قلت فيتو بيت الكروس. من بعد نتنقلوا القنطرة الكحلة من القنطرة الكحلة الفم تاع الواد ونعوموا وغلط تشرب الماء باللارة. تو الماء برا شوفوا كيفاش شوف الشيء اللي طلع فيه الهم اللي طلع فيه. فهمتني؟ هو رادس في سيدي رمضان تبدا حافله بالقديه يا ودي. كان قبل واحد اسمه بعمه يا حتما اللي عقل عليه الاستاذ. فهمتني؟ كي عبد عيط هاي الرايب تسمعها لهنا هاي البنت تسمعها لهنا وما اعمى كان اعمى القلب. وهذوما العمي اللي شادين الكراسي هذا يبقى عمه يخرج من داره فهمني وحده وأعمى يمشي يخرج النصبة متاعه ويبيع ويرجع لك الباقي. والمراح كانوا فهمني اللي بيع الملصوقة واللي بيع البخور تشوف الدنيا والعباد وهم كلثوم تشرقع. فهمني توا خويا شوش نحكي لك انت هاك تمشي البحر زفت. ثم واحدة متاع الحماية من عهد فرنسا رئيس البلدية قلعها تاريخ تي هو تي كان جاي ذكي ترخامات العجالي متاع الرخام ينظفهم ويجي في الرمبوان مش يصور لي كرة ويقول لي 180 مليون 4 بارة تحديد 6 بارة تحديد 6 في العشرة ب60 دينار والخدمة على البلدية. فهمتني؟ 180 مليون ولا قديه. فهمني مصور لي كوره يجيبك الحجرتين ينظفهم ويحطهم ويحط عليهم حاجه تقعد تاريخ حتى تتعدى بولدك. بابا شنو هذيك اخوي ولدي من عهد البيات تاع فرنسا. وما من نغم في شوش ترادس اللي غنيت فيهم كلثوم يهدوا فيه. هدوه يا ودي كل شيء. يا سيدي تصليش على النبي. انا ما ريتهاش انا في العالم هاني درت انا المانيا هولندا فرنسا ايطاليا المله هذه ما شفتهاش. تو انت عندك وانت تنفس في الجبل راه كلع صفر اللهم صل على النبي. شفت التيران ذاك اخويا كنا نحن من الحي شعبي نمشيو غديك. فهمتني؟ زارع الناس الخيرات السبعه اللمو والناس كل تمشي تاكل من عند النوابليه والتفاح في سنه الطبيب والانزاس. فهمني؟ تو انزاس بوقد ما ثم مش عندكم في راس عندكم الماء عندكم الزيت عندكم السكر عندكم الحليب. يعني ما كانت في التيران كانت فيها الزيتون وفيها كل شيء ورا الواد برا باش يشوف تو نهزك كان تحب شوف الزيتون كيفاش يعمل. انا كجيت انا رئيس دوله اللي باش يبيع ارضه وباش يرجعها متاع بناء وكل شيء ونفكها له ونعطيه حقها. فهمني؟ ونجيب ناس تستثمر توانسه شباب امواك يبدا يخدم يحس روحه يخدم في ارضه. قاعدين يحرقوا يا ودي انا هزك له هاملين هكاك
أملين هكاك أنت تصليش على النبي. مرة واحد لا ذكر في اسمه الله يرحمه يخف عليه قص شوية متاع السجرة لهنا ضرب ستة شر إمة بورقيبة ممنوع ترخيص. أنت أطلع للجبل شيء ما مازال فيه راه الغابة شيء ما مازال فيها ترى شجر شايح. ما أنا شايح يا ولدي جاك جاء واحد فمني قصه الجبل قال شريته ما عندش كون شريته أنا باي باحولك شو تقص علي منين تنفس وجاء باش ياكل شوية هو مش باش ياكل شوية هو كلاه الجبل وجاء باش ياكل أخي جاء واحد قال له متاعي تطلع لشيرت لي سي تكنيك فهمتني يخصوا طابونا والدنيا والناس ساكنة وكل شيء ومعدين خيط من الحاكم تاع الضو متاعي غابة ملك الدولة يا ودي ملك الدولة تاريخها المجيد لم يشفع لها عند بعض المسؤولين لتبقى رائدة في ولاية بنعروس فالمشاكل عديدة ومتعددة كما جاء على لسان أهلها وسكانها. أسلم مرحبا بك. مرحبا. طيب أنت قديم ياسر هنا. أنا ولد مولود هنا مش قديم بركة. أوه هذه ناقلة عليها قديمة برشا. بترانسي لوروبير تاع رادس المونيومون تاع رادس المعلم. قديمة من أقدم ثم في رادس ورادس معروفة بترأس. شكون كان يقعد فيها من الناس المعروفين قبل؟ إيه عيان البلاد كانت. كان سي عبد العزيز العربي الله يرحمه وينعمه يقعد هنا علي الرياحي تعدى بالكهرباء يقف قدام الباب يجيبوا له حلاب ماء نتاع البير وقيوا عليه غنى عليه علي الرياحي علي الرياحي غنى على المراح المراح اللي فوق منا شويه يا شيخ قال المراح فهمت ومعناتها الناس الباهين تاع رادس معناتها تبارك الله رادس فيها رجال معناتها تبارك الله سي عبد الله فرحات الله يرحمه سي سي احمد بن صالح جنرال فرحات حشيد الله يرحمه سي فرحات حشيد جارنا جي سور القهوه يسكن داره هنا في رادس اي في رادس في شوشه في شوشه رادس اي صحيح الله يرحمه ونعم المناضل الكبير شو تغير تو في رادس هو مش تغير في رادس برك هي البلاد كلها تغيرت كما العالم كله تغير برشا حاجات ما عادتش كما كانت فهمت ما عادش في برشا تراكم تاع عالم كامل نتاع الزحف العمراني نعم فوالا وزحف العمراني تعبت البلدان كلها تعبت مش رادس برك راه مش يونيك مو رادس هذا كل شيء البلدان كلها تعبت وهذيك هي الوقت تاع كل وقت ياخذ وقته هكا الرادس يحس روحه غريب تو لا هو مش غريب غريب الشيطان لا مش باسا اما تعبت تبارك الله ولات خد برادس ولا برد ما كانش قبل البرد ولات شركات ولات الليزات عندنا ليزات تبارك الله 4000 طالب ولات مندوبيه لهنا قريبه ولات كي تلم كل شيء تولي حركة كبيرة تولي تبارك الله تعبيت البلاد تحس حتى السيركولاسيون ديفيسيل قهوة قديش عمرها تم؟ قهوة قديمة برشا القهوة من فكرها من عهد السبالة اللي كانت وراكم حسن هذه كانت الناس تجيب الذمة باش تعبي الماء من البير شبيك كنت نعبي منها؟ أيوة برشا 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 يجيو من حمام من ريانا من تونس من الماء نتاعها معروف برشا كان يداوي يقولوا لي حتى الطبيب هاك اللي عنده الكاوي كل يحكم عليه يقول له برا مشي الراس بيت الراس واشرب ماء بيت الراس فهمت ما كان فيها قد ما تشرب ما تشبعش رادس عندها نكهه خاصه في رمضان صحيح عندها نكهه خاصه في رمضان فيك رادس فيها تبارك الله برشا جوامع وعربي شويه تيبيك فهمت كيف هي رمضان قاعدك القديم كان قبل سوق ودلال في المراه سناقي العربي غادي تذكرني كاين سيدي بوسعيد لداخل طلعت المراه كاين سيدي بوسعيد صحيح صحيح وراس زاد كله راس ازرق وابيض كيما سيدي بوسعيد البلديه تعرف كيف تستغلها تتولي كيما سيدي بوسعيد جسم يقولوا اللي ثم انفستيسمون باش يصير قريب ان شاء الله بقدره ربي وان شاء الله تولي كي سيدي بوسعيد بروكو با راس الشباب برشا راس كان تطلع الليزات وتشوف راس من فوق كارت بوستال معناتها راس اللي تريبل تري جولي فهمت
سيدي بو يحيى عندك فكرة عليه؟ سيدي بو يحيى من أولياء صالحين اللي معناتها اللي يعرف من من اللي دخل خطرات موجود. سيدي بو يحيى راجل صالح كان يحكيو والناس يزوروه معناتها مش زيارة مش شكل معناتها باش ما عنده هو الله يرحمه شيء لا ولا إله ما عنده ما يعمل فهمت يتبركوا به كما نقول. يعني ثم الخرجة بتاع سيدي بو يحيى ثم سيدي بو يحيى ما عادش ما عادش كان خرج سيدي بو يحيى كان عكاشة يتخمر كان الناس تجي تاكل الشوك حسنة كان ما عادش عن بورش ما عادش تبين بيك ترجع أنت شخص كانت حيوية وحركية في البلاد شيء محباء محلية الناس كل تتلم ومناسبات ما عادش برشا حاجات نحات ما له لازمه شنو تهر ولادهم زاد تور يخرج من سيدي بوحيا بالاحصان الموسيقى والكروسه ما عادش محكوكه والكتاب وين الكتاب كانوا الكتاب تعداو الكتاب يزلوا نتاع الكتاب ياخذوا كل محكوكه كل الساشيات هذوك صغار مشيو سيدي بوحيا ويخرجوا بالاحصان والموسيقى ويدوروا في البلاد كل الناس كل تعرف ودي فلان طهر معناتها الحاجات الباهيه اللي زادت نحات في رتس ما له لازمه. سيدي بو يحيى مقام ولي ولكن كان ولا زال حي سكني جميل بأزقته ومقاهيه ومنازله القديمة وحماماته التقليدية يحلو فيها السهر وتنتعش فيها المدينة خاصة في شهر رمضان المعظم. أنا مبروكة شوالي لهي بسيدي بو يحيى لهي بالمقام من وقتيش؟ عندي أكثر من 10 سنين نخدم هوني خلصوا فيك؟ ما خلصونيش ما ناخذ حتى شهرية مشي بنت دار بالموسى بنت الطاهر بالموسى مشيت البلدية قالوا لي أنت تابع وزارة الشؤون الدينية ما عطيش تجينا لهنا طردوني روحت تبيت هنا؟ انبت هنا هاو فرشي لهنا هاي هاكا هاو ويجيوا الزوار الكعبات مرة بعد قديش تجيب مرأة ولا راجل ما عادوش يجيوا الزوار البلدية ما تجيش لهنا ما تجيش البلدية ما يجونيش ما يدوروش بي خلاص منسي أنا لهنا. مقام الولي الصالح سيدي بو يحيى الذي كان بالأمس مزارا وتقام له تظاهرات واحتفالات كالخرجة أو الزردة أصبح اليوم شبه مهجورا لولا مقاومة البعض للمحافظة على هذا التاريخ. لويلي لا ما أتمد لحد شيء يعني ما خرج حتى فيتها بالكذب عليه لما الراجل قد والراجل رجل الريدويت والراجل عمل والراجل زمر وقدينه وكرعنا وهبط السلعة توبتي يبيض وعملنا كل شيء لبلدية عملت حتى حد ما عملونا حتى شيء كان أهل الخير مشيت شكيت إش قال لي رئيس البلدية قال لي برا أنت تبع وزارة الشؤون الدينية بروح حتى الشهرية ماني شي ناخذ فيها ما تنسني أنا أخدم هنا حتى واحد ما متلفت لي دبوزة جريزي من عندي جفيل من عندي كونوليا من عندي بخور من عندي عليه يا أخي ناش ناخو فاكر 200 دينار اليوم برك جبتهم برا شوف أسهل عليا في البوسطة والله لا قعد لي حتى دور والله جيوش الزوار الزوار ما يجيوش ما يجيوش الزوار ما ثميش ما عادش الزوار قالوا لك بضعة ما عناش نجو أي هاهو تو انت جيت تزور اي ها اي وشنو فكرتك على سيدي بو يحيى شي ليش بو يحيى شنو تعرف عليه نعرف عليه حتى شيء نزور ونروح على روحي
جي تزوره ما تعرفش شنية باركته باركته بركته من عند ربي باركته من عند ربي هو خلقه كيف نراه هو خدم بحقيقة هاك ولا لا ماكهم سيبوح شاي بالذرعان الكنية متاعه هو معروف بشاي بالذرعان سيدي بوحيا كما جملة الأولية الصالحين وكلنا مسلمين ربي ومحمد وقص تبقى تبقى ناس خدمة على رواحها ولقات ما تنال من عند ربي من بركاتهم فهمتني وعنده عادات وعنده تقاليد وفرادس اللي اليوم ماتت ما عادش فهمت سيدي بوحيا ألف سنة التالي لو ميلادي فاش كانت الاحتفالات؟ الاحتفالات يا حسرة ما عادش الاحتفالات تو لا يجيبوا فيها أربع أول سيدي بحسن راه أول سيدي بحسن شادي راه معناها تلميذ من تلامذة سيدي بحسن شادي فهمتني وديجا حدا في الاحتفالات ديما اللي يجي والكل كلهم ولاد سيدي بحسن شادي فهمتني وكل نهار سبت وكل نهار سبت عنده الحضرة نتاعو وقعدته وكل سبت فهمت في الليل عنده حزب لطيف نتاعو ما يبات كان على الستين فهمتني يقراو فيه الستين اما الاحتفالات الاصليه عيسى ويتو وحضرته ودولابه القديم قبل وكل فرسان وكل خرجه وكل الدعايه القديمه نتاعو بكري وكل الناس اللي مشيت ما عادش ما عادش ما القو نتاعها ما عادش والعباد ما عادش تقول بهالحكايات هذيا فهمتني حتى بلديه ما تعرفوش الساعه بلديه ما يعرفوش عليه حتى شيء بلديه ما تعرف عليه حتى شيء لولا سي احمد ولد الحاج عليا معناه قايم به ولاهي ويصرف ومن المكتوب وواقف على سيدي بوحيا يعرفش معناه سيدي بوحيا فهمتني راهو اندثر وراهو مشى سيدي بوحيا كيما عنده تعرف عندنا 27 ولي في راد سراو مش واحد الناس يعرفوا اربع دوائر يعرفوا سيدي حميده سيدي بوحيا سيدي بنور وكهو فهمت لكن عندنا الولي الصالحين تبارك الله عندنا 27 ولي في رادس فهمت البلاد العربي في رادس تزخ معناها تبارك الله بالولي الصالحين في وسط الديار عندنا الولي عندك تمشي طاول ناجح صغير تلقى سيدي بوخريس تهبط تلقى لله العربيه تلقى فهمت تلقى الكل هنا عندك سيدي عبد القادر وسيدي عبد العزيز والسبعه صبايا من هكا تمشي تلقى لله السمران وسيدي السمران هنا توا ورا سيدي بوحيا بالضبط الكونتوار اللي فيه القهوه هذه تلقى سيدي صالح فهمت ما تنحاو الكل اندثروا ما عادش فهمت ويا حسر على يجيو يتحروا لهنا يجيو يعملوا تورات هنا اي يلزم يزور التور التور في رادس الرواتسي القدم والقدم والقدم شربت الماء في سيدي بوحيا واحد قبل القصان قبل التور قبل كل شيء يلزم يجي لهنا والهلال نتاعو بموزيكته يخرج من هنا وكل شيء من هنا فهمت كايبات الرواتسي مازالوا متشدين بالحكايات هذيا تغيرت رادس تغير رادس ليه رادس مشيت انا مشيت رادس مشيت يا حسر على رادس يا حسر على الرواتسية مشيت وكيما برشا مناطق ماناش زايدين على العباد احنا فهمتني احنا كنا حويرة هنا ملمومين في البلاد العربي اليوم عندنا فوق 30 حي شعبي تبارك الله فوق ال 100,000 ساكن فهمت كنا حويرة نعرفوا بعضنا البيبان محلولة على بعضنا ما روحت لقيت دارك مسكرة أول باب قدامك محلول تدخل نمشي خط يمينة نفطر زبايدة مش في الدار يمينة في الدار نفطر ما فماش هذه فهمت كنا دار واحده وعائله واحده اليوم كثرت السكان كثرت العائلات تخلطت العباد ولات كلها تغزر الروح على جنب الجار ما عادش ما عادش بتاع البصله وكعبة الطماطم قبل الجار هذا الجار هذا وسنة الثوم والدولاب القديم اللي كنا عايشين به وشيخين به ما عادش مشى ما عادش فهمت سيدي بو يحيى يتل على حي المراح الذي ما زال يحافظ على الأجواء القديمة حتى السوق البلدية وإن كانت شبه مهجورة بسبب الانتصاب الفوضوي والسوق الأسبوعية فإنها تبقى السوق المفضلة لأهالي رادس وخاصة في شهر رمضان حيث تفوح منه رائحة ونكهة الشهر الفضيل.
السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. المرشي هذه قديمة. قديم برشا. من كما نقولوا نحن من الأربعينات. فهمتني؟ ما تختم ماذا مرشي من بعد ولا قهوة ورجع مرشي. مرشي سيدي بو يحيى. أي مرشي المراح تسمى. وشو الأسعار هنا؟ الأسعار عادية. طماطم دينار و80، فلفل 2100، اليوم طلع شوية. البطاطا 1500، بصل 1200. عادي. أسوام عادية. وش بيه فارغ؟ هو مرشي زي ما عادش يخدم كيما قبل. من اللي عملوا السوق الأسبوعي نقص برشا. وزيد رادس فيها ثلاثة مرشيات. مش مرشي واحد. بحذا لاكار. لاكار وعندنا نوبو. فهمتني؟ ورادس كبيرة تبارك الله، فهمتني؟ هكا. أسلم حاج. أسلم إيش نحولك؟ إيش نوع الأسعار في السوق المراح؟ السوق المراح نشوف به كل حاجة بتوم. كم؟ مناسبة ولا أسعار؟ مناسبة أسعار والبيع ما ثمش. ليونات ما ثمش. ما ثمش عبيد خاطر ميات كل واحد حال في الكياس حال سوق من هنا الكياس نشوف الفرق. بيع موازي. موازي جيت تحت هاد ينصف مشينا شكل البلدية لما نصمت. أنتم تخلصوا في البتين ده وتخلصوا في الأداء. خلصوا في الكريم وخلصوا في الضوء كل واحد مقالته واحدة وكاو. والنقل والعساس بالمرشي ولا دال الحاكم وكل شيء كل بقعة أمور هذه جي ينصب البر يقول كدبر علي أنا ناصب البر كاو هو قديم أنت لهنا يعني جي 50 سنة بالمرشي هذا ما كانش هكا المرشي كنت لبد شوي وما كان ما كانش على الأسواق الأسبوعية والوحدات ما حتى عبد كل هنا حركية كبيرة كانت ما شاء الله خاصة في رمضان وخلي في رمضان قال مسكت هذيك ما نلقاش من تعب يجوا من مقرين من سيد رزيق لهنا الرابط نكهة خاصة في رمضان ايه تو ما عادش في رمضان نشوف كان يجبان حصر على رادسة ليه ما نقولوش حصر على رادسة البلاد الكل الكل لعبة الشعب كثر ولعبة اللي لويك أقل مرة بيه انت هنا تبيع بدينار نلقاها غالية ب 700 يضرب كيلو متر باش ياخذ عالمي كل واحد عنده الحق لو انت توفي في الميزان الله اعلم ربي هو اللي يعلم خاطر الحساب نتاع البسكول هذاك كان ربي هو اللي وفي الكيلو والميزان ولا علا كردي ولا كردي الناس ما نعرفوه اما اللي نعطوه مخلصين العباد ها مخلصين لا الله يرحم والديك ووالديه تو كيفاش كانت المراح قبل؟ كي ما كانش اول بدا مرشي لهنا كان لاكار ولا في نوب تو مصلي على النبي 100,000 مرشي ها في نوب وفي خضار واحد الاخر كان مسكره لانقار هانا وشترى مسكرين ذي اللي يتباع ومشى يقلب بها بين البلاد باع فانت كوميرس مشى على روح كلها تشري من السوق الاسبوع يرحم بو السوق يعود نهار ينصب نهاري من نهار لحد لنهار لثنين لست تاع العشي كان يلقى راه يبيع كان جا ثم دور يبيع غادي في السوق يكمل يبيع اللي عنده هو مرخص منكم انتم لا اعلم به كيفاش يشري هو يشري من عند المرشي يقول له ماشي من عند الفلاح ها وبسكوت ولا مطبوع على وزن قدر وينده ما يدفع حتى شيء ما يدفع حتى شيء أنا كاري السوق يجي يدفع كل 10,000 نهارين ولا 15,000 نهارين ويمشي على روح من السوق والأسعار ومظاهر الاحتكار إلى الشارع الذي يجمع الفقير بالغني والعامل بالموظف والعاطل عن العمل بالباحث عن الشغل. معضلة جمع قوارير البلاستيك أصبحت ملاذ عديد المواطنين خلال العقد الماضي وخاصة هذه السنوات بحكم انتشار الفقر والخصاصة وغلاء المعيشة.
الله يعينك. الله يعيشك يا حمو. تو هذه الخدمة؟ ليش باش نعمل هذاك هو هذاك هو اللي تبقى لنا باش نخدموا معاه، فما حتى شيء آخر، باش نعمل؟ أنا كاري وعندي ستة في العائلة، أربعة صغار يقراوا، عندي شكون فما يقرا باك، باش نعمل؟ كاري ب 300,000. ما عندكش حتى خدمة أخرى كان هذي؟ حتى شيء عندي كان مجرب، حتى مرمى هاك ترى فيها وقتك ما فماش، تعطيك جمعة خدمة وتعطيك شهرين بطل. أنت كنت تخدم عمل يومي؟ إي عمل يومي في المرمى نخدم. هكا توا نخدم شويه بلاستيك، كان جات تدريبه مربع فماش انا نلمدو شويه بلاستيك. المهم ما تقعدش معنا. باش نعمل؟ تصور واحد سته بالعائله وكيري كيفاش تحبوا باش يقعد؟ النوم ما يرقدوش باش باش يقعد، النوم ما نجمش نرقد. عندك برشا تسكفيرات ست؟ عندي برشا عندي ياسر. ما لقيتش خدمه هكا في شركه؟ باش نخدم؟ هي مازال توا شركات يخدمك خدمك ست شهور. ما لقيتش انا توا انا من قبل. لا شيء. تخدم معاه ست شهور، تخدم معاه ثمانيه شهور يوقفك، طبيعي توا نكلموك برا روح. ديما في جديد، ديما في جديد. تنجم تصور منها الخدمة هذه؟ ولا هيك عايشين بالكريدي هكا نسلكوا بالامور، الكريا هكا نخلصوه بشوية يرحم والديه هو والله مشكل يضغط عليه والباقي مخلينه على الله. يعاونك حد؟ والله يكرمني، والله أنا يعاوني كرم، نقسم بالله العظيم حتى في الإعانة المدرسية أنا مشيت هزيت نظام وهزيت بيتانيت وأني نستنى توا يقراوا بلا شهادة ما عندهمش، أنا نستنى حتى يعيطوا لي. شكون مشيت؟ المرشدين. يعني ما تعاونكش حتى شيء؟ تو نكلموك. جاوني دي تو. واحد تو نكلموك تو نعيطوا لك. ثم واحد يستحق أكثر منك أنت؟ ماشي أنا روح على في آخر مرحلة ما فماش جملة. هاك ترى كيف يعني. تصور واحد كاري وستة في العائلة. نعطيك تو مزامن ونعطيك بالتنات ونعطيك كل شيء مش. وماء وضوء. وماء وضوء. نقسم بالله العظيم 100% 150,000 خلص فيها ثلاث مرات باش تخلصت. تصور انت اكثر نهار نجيب 10 نهار نجيب 15 نهار مفماش ومانيش انا بركه بالشارع علمت اكثر بها كلها تلم والله ما نعرفش كيفاش من عم ربي ما نعرفش والله بالحق ولكن بركه من عند ربي نحسبها ما تقبلش بعضها جمله كي نحسب انا اما شنو الواحد مخليها على الله فماش راهو والاولاد فاش يقراوا؟ عندي واحده باك سنه والاخرى العام جاي بعدها ولاي السنه رابعه حتى قلت له مش هيك نعطيك بيتك يحبوك تخدم الخدمه هذه ما يحبونيش ويحسوا بيا كيفاش باش يعملوا وانا اش باش نعمل كان ولدي ماهوش يقرا ولا ولدي شي عارف باش نعمل في الوقت هذاك هذا نحط روحي حتى نختار نعرض روحي حتى نختار مش لمده بلاستيك تصور انا بنتي باك تصبح بواق ولدي بلاش لبسه بلاش ماكله ما يقراش كيفاش تحبني انا باش نبقى انسان انا ما عارفش ولا بالرسمي ما عارفش الجيران ما يعاونوش ماهيش الجيران توا فما شكون يعاون توا هو هم اللي يعاونوا بالحق نورمال ما يعاونوا ما همش يعاونوا من حقهم باش يعاونونا، ما همش يعاون باش يعاون نجار، خجار اللي باية بغيري. يعني. إذا كان أنا نصرف مليون في الشهر، فالجار يمكن يصرف 3 ملايين في الشهر، ما ينجمش يعاونني. الجار وصى عليه الرسول. نعرف هذه موجودة، قاعد كل كلمة وكو. صحيحة هي الكلمة هذه صحيحة بالضبط، أما ماهيش يطبقوا فيها. إن شاء الله يعاونوك إن شاء الله. إن شاء الله خويا يعاوننا ربي كو، إن شاء الله يعاونوني وإن شاء الله يعاوننا ربي كو. عسلامة عسلامة بابا واش فيك تدق على الديار شنو هي الحكايه؟ المهم انا مشيت لما كاين مولاد القاسرين محسي فريد جيت لهنا كاين عندي بابا متوفي واختي تقرا في السنه السادسه جيت لهنا كاين باش نلمد في حق شويه كتب وظروف ظروف ربي كتشوفوا له اقسم بالله ما نباتوا في جرادين انا وخوي ندور عولات الحلال لا عاد حوايج عطاها ربي رو تقدر وانت معاونون بالتقدر وليه انت من القاسرين من القاسرين من القاسرين علاه ما مشيتش غادي في القاسرين ما ثماش شكون يعاون في القاسرين ما ثماش حتى شيء اقسم بالله شيء ندورو عولات الحلال هنا ندورو عندي اختي تقرا قعدت كان وخويا واختي بركه وماما اختك العمده وما يعطيهاش ما يعطيهاش ما يعطيهاش ندورو عولات الحلال ندورو لمدو في حق شويه كتب بركه ما
خدت وكيف جيت من القصرين حتى لهنا؟ جيت من القصرين فن الناقل فن اللواج. تو حق اللواج ما يشريكش من الدبش؟ اه حق اللواج ما يشريش الدبش. شد نسحي الاساس فريق سو قديمه ما جينيش بامور طلبه ولا حاجه طلبه في الله وشكوا من غير اللي هم ذل يقول لك خطرتوم الشبيب تبارك الله صح صح الصح الحمد لله الحمد لله حتى عن فسل نفسوه هم جينا على اساس فيركس قديمه الموج ما مش معروف ما يخدمش لهنا كي درتها تونس وكلها درتها لا خدم لنكلم ولا خدمه يقول لي كان بطاقه تعريف انا بطاقه تعريف مازال وصلت سن بطاقه مشيت المره اللي فاتت بنصب بطاقه تعريف قال لي ما نصبش ليك بطاقه تعريف ما نجمش نحط لك عمل يومي اقل من 18 سنه اقل انت من 18 18 غير شهرين يعني قال ما نجمش نحط لك عمل يومي في بطاقه وانت اقل من 18 سنه كل شيء بالرشوه في القاصرين وتو في جماعه برشا من القاصرين وسيدي بوزيد قال لكم فينا الشرد يقول يخدموا لاباس تكلم على خدمه يقول لك كان بطاقه تعريف انا هنا قلت لك بطاقه تعريف مشيت باش نطلعها قال لي ما نجمش هذا ما يخدموا من غير بطاقه تعريف هاكم ينصبوا يعملوا من غير بطاقه تعريف ما تنجمش تعمل كيفهم ما لقيش فلوسها وين هي باش نعمل نصبه باش نعمل حاجه ما لها فلوس النصب ما فلوسها ما لقيتهاش باش نعمل نصبه نخدم من نطر منها الفرنك لازلتنا ظروف جينا ندور على الاخوين ما جيناش بامور طلبه جينا بامور اخاوي وكاخوين كوليدي لا اكثر لا اقل قاعدين تلوجوا على الخدمه لوجنا وما لقيناش حتى شوانا طرادس لهنا ريت ما لقيتش تعديت ندور على الاخوين نطلع نكذب على اخويا تعديت ندور على الاخوين طال نطلب في مسياده ما عند الاخوين الا ما كتب اخويتي يدوروا نروحوا لبلادنا على العبيد تقول له اعطيني خدمه خير تقول له اعطيني عاوني فلوس فهمتك هم العبيد ديما يقول لك مراه كبيره رجل كبير معاق اما الشباب يقول لك علاش نعاون فيه نشجع فيه باش يقل بطال فهمتك ما عندها وين توصل صحيح تعيش وما تخلف الذل مش بيه وكل شيء قاريه هنا الحمد وربي في حل لكم البيبان لوج على خدمه وربي يحل لك البيبان الله امين انا قاعدين نحاول دوروا على المعامل وعلى الشركات وعلى تلقاو باذن الله تلقاو ان شاء الله يا خويا بقدرة ربي طالبين مساعده بسبب الله تعاونونا بالكتب ما عند ربي يتوانس ندوروا ناخذ شويه كتب بارك لاختي هذه بالتقدر واللي انت دور نوخ شوي كتب ونمشي نروح للقصري لأختي تقرأ به معتمدية رادس معتمدية شاسعة تضم عديد الأحياء المعروفة مثل حي نوبو وحي محمد علي وحي الملاحة والقرية المتوسطية وغيرها من العمادات التي لم تتسنى لنا زيارتها حيث اختصرنا لوسط المدينة وزيارة منطقة رادس الغابة التي تحتل مكانا خلابا يطل على أطراف العاصمة وضواحيها بسبب ارتفاعها وارتفاع عماراتها وتموقعها في أكبر غابة تقريبا في الضاحية الجنوبية غير أنه حالت بعض الظروف دون أن ينعم أصحاب المدينة بهذه الميزة عسلام حاج عسلام أخويا مرحبا مرحبا بك أنت ولد منطقة رادس الغابة أنا ولد منطقة رادس الغابة من 75 شنو ظروف الحياة لهنا؟ الحياة كانت من الأول كانت خرق العادة توا فزت ومشيت الكلاب ما خلوناش الكلاب عايشين معانا والزبلة وشيء لا يطاق مشكلة التطهير أنا. لا تطهير لا حياة المدينة تهبط واللوطة تشوف معناها الفيني بانوراميك نتاع كيفاش الأوساخ أولا الأوساخ وثانيا وقت اللي تسد القمات الماء الكارات يفيض واللي كل معنا شيء اسف حتى الريحه مع الليل الريحه مع الليل سورتو السكان اللي ساكنين بدون ساكنين من الجهه هذيك الريحه طالعه والناموس
الناموس حسب اسمع الناموس نقول لك فما ريتك السخانه هاك السخانه قتلت الناموس وكما كمش قتلت الناموس رحنا الناموس كلنا بحض الغابه انتم او برانسيب بحض الغابه هو كمش قلت لك الايمات هذوما معناها السخانه هي اللي قتلت الناموس باش نوريك فما حاجه ريتش هنا السونات الماء تكسر حفروا روح شوف شو خلونا خليها كيكم شي شوف شوف كيفاش معناه انا خليه الدنيا مصيبه كيكم شي حفر احفر 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 وصلح الكاناليزاسيون وبعد ما خلي كيك وشوف البحر انت باش تدخل بالكهرباء ما نجمش تدخل بالكهرباء هذا التيران تاع ما رسمه الاولاد يلعبوا فيه الوحيد معناها هذا الوحيد فما واحد اخر في التورقه غادي في التورقه معناها هذوما قاعدين يلعبوا فيه دي فولمون اما وقت اللي تشوف الاشياء هذيك محيط شيء اسف وكذاك تاع الروغارات هي هذا وقت يتسد اشوف يتسد هذوما شو اللي يطلع من الغادي وقت اللي يعمل يطلع دي بوردمون يتصب غادي تو شيح من السخانه شيح من السخانه وانا نصب مطر يعاود يرجع مش تصب ديزون تصب مش يتسد من هذوما يتسدوا ها يولي دي بوردمون غادي برا اطلب لوناس بعد شهر باش يجيك شو الزبله هذه شوفوا الجرايه وما نعرفش الغاز يا المعمل كان الله يرحمه كان لهي بها تعرف كانت نظيفه كانت اما البلديه ولا سنديك لا ما عندناش سنديك احنا السينير والواحد فما لي تور هذوك كلهم عندهم السنديك اما احنا عندنا السينير هي اللي تحكم في البلديات الكل كيف ربي شيء اسف يعني كم دخلت تسكن في راس الغابه؟ ايه عندي بريسك 40 سنه يعني ملي تاسست اي من عام 79 شنو الفرق بين قبل وتو؟ لا فرق بعيد ياسر قبل كنا محسوب عايشين عائلة واحدة ونظيفة والدنيا وكل شيء أمور واضحة من جميع النواحي بدلت تو ياسر شنو اللي صار؟ دخلت بعضها برشا وسخ ياسر تشوف بعينيك أكثر وحتى البرامج تاع البلاص كاملة ماهيش معناها ما عادش واضحة ما أنا كل واحد ولا عايش على زي راسه وهاك تشوف بعينيك اكثر ما فما حد شيء يفرح قبل ما كانش الوسخ لا ما كانش جمله قبل كانت تشوف ولاد صغار تلعب تكور وين تحبية وما يخافش واحد على صغار وما فما حد شيء توا حاشاك الكلاب برك هاك تشوف بعينيك الوسخ هاك ترى بعينيك معناها واحد ولا خايف حتى على صغار معناها كيفاش معناها شكون اللي تعيش في الوسخ؟ السكان شكون؟ السكان وهي بيدهم يضروا في الروح اي نعم في بعضنا اي نعم كلنا في بعضنا اي نعم ما شك شكون يوعيهم لا ما يوعيوا بعضهم ما فهم شيء يحبوا يشموا الروائح هذه صحيح اكزاكتومون وتخلطت ما تنساش اللي راهي تخلطت تبدلت ياسر سكاني حصر البلديه ما تجيش هنا البلديه لا دو طون طون تجي وقت اللي لازم تجي وقت اللي يكلموهم لا تجي الحق ثم ربي عنا شكون معناها في البلدية معناها ومومبر معناها في البلدية وملحوم الحق لما ربي قايمين بواجبهم مية سكان تم ربي خلف هذا عندكم شي إشكالية أخرى؟ بارسا هاني قلت لك السيكوريتي ناقصة برشا معناها حتى النساء مساكن تخاف على روحها حتى كي تهبط رجالك شوف فاهم عليها معناها نورمال نجم يعدي روح ما عندكمش مركز لا ما عندناش لا مركز كان قبل دون لو طون
كان قبل المركز تنحى واحد ومنا مي ما فماش سيكوريتي جمله ما فماش في كل حالة امنه المنطقه ماشي نعم هي امنه المنطقه هي من ناحيه امنه ما هاك تشوف معناها ما وقتاش يجي معناها الحاكم لا ما تكلموا انت ما تكلموش ما يجيش معناها حتى وحده كيك لا انا حام بالك بينا المناطق كلها تكون ما فيهاش امن لانها امنه لانها امنه نورمالمون في بعضنا نورمالمون امنه اما هاك تشوف هاك ترى بعينيك وتسمع ويحكيوا لك العباد لا ما عادش يا حسر على قبل ثم ربي تو كنت تحكي معايا قلت لي باش نبيع داري علاش مو المكان اين يحلو العيش تقعد فيه ما يحلاش العيش ما عادش فيها عيشه بقى هذه يحزدوكم عليها برشا ناس هذيك هي انت كنت تمشي تقارنها بكرتاج بطلعت كرتاج وكل الزجر والغابه والمحيط تاع كرتاج نفس الشكل نفس الهندسه نفس كل شيء ولكن لهنا العقليه تختلف لهنا اغلبيه السكان الاصليين مشاو على رواح والكاري رزق ماهوش رزق اكثر من رزق البليك معناها وعندنا لهنا الحراس نتاع العمارات اللي احنا نقولوا كونسييرج ما ثماش كونسييرج يجي يخدم باش يخدم البلاص وعنايه والتنظيف معناها المهمه نتاعو الاصليه يخلي المهمه نتاعو الاصليه ويلوج خدمه اخرى اولا ساعات تعذروا جيت لهم تعذروا لانه برشا ما يخلصوهش جيت لهم تعذروا وهو ثاني حاجه تهنى على المسكن مو عنده ما له هو ما عليه يخمم في ما له ياخذ المسكن نتاعه ويكون عنده المسكن نتاعه ثم بعد يلوح الواجبات نتاعه شويه منه هو شويه من الحنه وشويه من مرتبط لدين لانه هو زاد يقول لك انا ما يعطيونيش واحد كونسييرج في فرنسا ولا حاجه تلقاه بابيون للترس العام وهو الباترون احنا لهنا حتى مال المول يسكر بابه ويقول لك ان شاء الله تتخذ ما يهمنيش وانت تشوف المحيط الزجر ومنظر يعمل كيف وتطل على تونس كلهم معناها تونس الكبرى الوحيده اللي في الجبل والوحيده في السكنه ومنظر يعمل كيف ولكن كتشوف القاع الزبله من برا هلا هلا ومن داخل يعلم الله كما يقول ايش الاوساخ اللي حطنا الاوساخ وفي اللي فاتك اغرب انه الاوساخ في محيط بيئي محلاه معناها في غابه ما ممكنش نحكي لك ابار الاوساخ ساعه تلقى حتى حشاك الجيفه وتسيب الكلاب في الليل ما تنجمش ترقد من الكلاب انت كان تجي تصور في الليل تقول هذه غابه ولا بالفيدار معناها والبلفيدار انظف من هكا برشا معناها مكان يحلو فيه العيش كان هذايا والله لعبه فيه البلديه والله البلدية عندنا حتى عضو من البلدية نائب رئيس البلدية يسكن معانا لهنا قلنا له عاملوا لنا الضوء ولكن الضوء قدام البيئة وقدام النظافة ما حاشناش بالضوء قدام النظافة حتى الضوء مش مريقل لا الضوء ركبوا الضوء معناها تو الإضاءة خاطر هو كان مكان تنجم تقول مهجور شوية يجيه الطالح والصالح معناها عملوا له الضوء باش يبدا على الاقل امن وامان ولكن احنا نطالبوا بنظافه عملوا مكان معناها لرفع الفضلات عملوا برشا حاجات لهنا ولكن الكلمه الاولى ترجع للمتساكنين كان ثم سخره وبينا بيدينا احنا وانا واحد من الناس ما عادش نجم في العمر هذايا وخاصة إذا كان المصاعد تقف ليسونسور يقفوا على الدنيا السلام. باش تبيع الدار؟ لا إن شاء الله باش نبيعها. إن شاء الله باش نبيعها. هذاك قلت لك هذا مكان لا يحلو فيه العيش. قال ابن خلدون. بعد العشرة هذه كل. أي أنا مخلص 35 سنة لهنا. 35 كوم الناس اللي بناه اللي بناه عبد الله فرحات الله يذكره بالخير يرحمه من الأولانيين اللي خذيت الوحدة الشقة نتاعي لهنا. لا غالب. باش يحكي قاعة السينما هذه؟ هذه كانت قاعة سينما لهنا. وهذاك يوريك معناها وقت اللي تحب تجيب الناس تحل لهم في الجنه ذريعة كانت سينما ومسبح والمكان المكان يغري ياسر المكان يغري انت كي تطلع في البركون نتاعك وتشوف تونس الكبرى كلها تقول لهنا كما السلطان وقت يطل من البركون وعلى على الحاشيه كلها روعه معناها المكان حاس السحاب لا روعه المكان تشوف تي جي ام متعدي من غادي من معناها الضفه الاخرى تشوف الضفه الاخرى تعمل كيف معناها يقول قال كارت بوستال لوحة هلا غالب كتشوف احنا وين واقفين تو شوف احنا وين واقفين في محيط كله صخ هلا غالب تو قاعة سينما شو وليت؟ قاعة سينما دبوا والله اعلم ايش فيه مصلحة خاص اي بالطبيعة خذوه مصلحة خاص ما قلت لك المغريات برشا من الاول باش يجيبوا الشاري وبعد هذيك حال تونس حالة من حالات تونس كلها ليس بعيداً عن رادس الغابة نجد المعهد الثانوي فرحات حشاد الذي تخرج منه عشرات الشخصيات والمشاهير. هذا المعهد يأخذنا إلى معاناة التلاميذ اليومية مع ظاهرة النقل وظروفها وخاصة مع توقيت القطارات التي لا تتماشى مع أوقات خروج التلاميذ.
قرا ليسي تكنيك. ليسي تكنيك. شو ظروفكم مع النقل هنا؟ والله النقل يبدا نهارات الاولى يجي معناتها سافا وكل، اما من بعد يبدا يعمل في روتار. ساعات يعمل روتار مثلا كيما السته نكملوا ساعات تظليم في الشتاء يجينا قريب السبعه. دونك ذيك الحاجه خايبه في النقل. يقف المحطه تو ديما ولا لا؟ يقف خاطر ديريكت ما يقفش لهنا، دونك الاخرين يقفوا. ديريكت شنو؟ ما هو نفس القطار، ما الاخر ما يقفش المحطه هذه. وقتها ساعات يقول لك انا هو ديريكت وانا هو لي. دونك انت لازم تخلط على التران اللي ساعدكم انه ديريكت ما ساعدنيش لا بالطبيعه. علاش ما تقترحوش انه يقف المحطه كما يقف المحطه الكل؟ وخاصه لازم وقت مثلا انا نكمل السته هنا يبدا السته ودرج وكان خرجنا البروف روتار ما نجمش نخلط عليه هنا ديريكت. بعده ما يقفش. واللي من بعده يجي مثلا سبعه. تظليم وقت الدنيا. معناها تقترحوا يلزم يقف التران في المحطه هذه باستمرار. محطة قارة كيما محطة قارة خاصة في الليل زاد ولا الصباح خاطر بعديك ما يعطيونيش لي بيي. فما شكون يتعدى به الترام ما فيقش اللي هو ما يقفش اللي سيتكني؟ اي فما شكون يتعدى به ديريكت الترام صارت لهم مثلا يهبطوا في سيدر زيك يجيهم هكا من الجهة هذا يهبطوا في سيدر زيك. الترام على الصباح بكري يبدا معبي على الاخر ما تلقاش وين تركب معناها. ديما يقف اللي سيتكنيك ولا مش ديما؟ ديما خاصة توا وقت القراية ديما يقف. وقتاش تخرج انت باش توصل للليسي؟ نخرج السبعة واربعة نوصل هنا قد نخلت ثمانية معنا. ايه لا نخلت ثمانية غير ربع ثمانية غير درجين لو قتكك في المرويح تلقى الترام معنا. في المرويح نلقى الترام ولا الكار؟ لا ياك تشوف الكيران كل يوم نطلعوا تبدا معبي الصباح ويبدو يدزوا في بعضهم قداش من مرة تفول هذاك اليوم ايا تحمرتين من الكار متاع حي عيش. شنو الكار تاخذه؟ ترونساديس. منين تاخذوه؟ من مروش. من مروش تقراو لهنا؟ اه. مش في المروج لسي؟ لا فماش خاطر نقراو نحن تكوين مش تكنيك. شنو التكوين تاعك في اختصاص؟ نعملو في اختصاص نجار. مادام انت تخدم في ليسي تكنيك رادس؟ اي في كوليسي تكنيك تاع رادس. شنو حكاية النقل معاكم؟ النقل ديما فما مشاكل تاع روتارات حتى توا مش روتار فما ديكالاج كبير ما بين تران وتران. انا مثلا توفرت عليا 8 درجة ما خذيتوش رصات لي قعدت التران توا 8 و7 معناها نص ساعة كاملة تران ديكالاج بين تران وتران برشا يعني. ويقف توا التران هنا في ليسي تكنيك في الأوقات الكل ولا ثم أوقات معينة؟ فما الأغلبية الوقت يقف فما تلميذ ما تقفش محطة قارة هي راهي. علاش ماهيش محطة قارة وهي فيها تلامذة كيما هكا؟ والله هذا سؤال تجاوب عليه شو منو؟ تقريبا المحطة الوحيدة هي وجبل الأسود قالت ماهيش قارة بوغ لو بون، باقي كلها معناها محطات قارة، تو رات منين كانت ماهيش قارة وسنين وهي قارة في محطة قارة. رغم اللي فيها أكثر تقريبا من 1000 تلميذ معناها كيفاش الواحد إذا تفوت ترام كيفاش باش يعمل؟ والله ما نعمل التاكسيات أغلبية الوقت نشوفوا ما نعرفش نقل في التلاميذ ياخذوا نقل كار اكسيتيرا فما حلول أخرى أما هي يقعد ترى أحسن مويان في الحق بتاع ربي في الواقع. شنو المشكل هو كي يقف كيما يقف المحطات الكل يقف في محطة لسيتكني؟ أو برانسيب والله العظيم ما فهمناهاش حتى نحن زي قلت لك كنت رات منين قبل زي ما حتى مش قارة عندها سين ردوها قارة إيش قاعدين رات ذي التكنيك وقعدت جبل الجوت هذا ماهيش قارة هذوما الاثنين ماهوش قارين التوبة فهمنيش علاش. توجهوا بنداء للسلطة معناها باش والله اللي توجهوا بنداء سيرتو شيمينو بصراحة نحن قبل كان من أعز ما فما هو تران تاخذه منظم بونكتويل من الثورة وأنت ماشي دخلت بعضها الأمور الكرافات مرة أخرى تحكي لي امرأة معناها وقف في جبل الجوت قال لها أنا وقف احتجاجي باش نكملوا بكم أهبطوا تحكي امرأة في التران نكونوا قاعدين يهبطونا في حمام نفي يقول لك لا مش مكمل بورصدرية أهبط خذ التران اللي بعده معناها فما برشا تضيع وقت سيرتو المرأة اللي عندها أولاد ومسؤوليات التلميذ باش يروح للدار واللي ماشي يقرأ اللي ماشي يخدم فهمت يعني عنده دوفوار صحيتك يعني مشاكل تولي العباد كل واحد كيفاش وضعه فهمت مشاكل ما عادش مرتاحين ما عادش كيقل ما عادش في مين تقبل فوالا باش نجم نقول لك انت وقتاش تخرج باش توصل لهنا؟ نخرج من الدانه بورسدريه معناها عامل ساعه ترونسبور عندي على الاقل يجيني ساعه الوقت باش نخلص. ماشي ساعه جاي صحيتك هكاك تو مثلا ناخذ تران 8 وكان خط عليه درج باهي يساعدني معناها في الخدمه نتاعي تو سبعه ما يساعدنيش تو روتا انا نسب احنا زدنا على التنين ما يسالش مرحبا بكم عايشك عايشك
السلام عليكم. تقرا في ليسيت كنكرازز؟ ايه. انا قسم نيفيام صناعه. وتاخذ ترا ولا تاخذ كار؟ ناخذ الكار. شنو الكار تاخذ؟ كار فما صاحبي كيران مع الخمسه ما يقفوش، تراسين يعني نكمل الخمسه ونص للدار ثمانيه متاع الليل. شنو انت الكار تاخذ؟ 17. تسكن؟ نسكن في الملاحه، رادس ملاح. تلقى صعوبة في التنقل؟ نلقى صعوبة في التنقل، لما تو يرحم والديهم تو في التكنيك عملونا الأربعة، قالونا على الأربعة ترونسبور، معناتها حدنا الأربعة. يرحم والديهم. تفوتك الأربعة شام؟ تفوت الأربعة نستنى الثمانية ولا نروح على سقاية، من غاديك الملاح على سقاية. ترى ما تستعملوش؟ ليه ترى ليه؟ أصحابك يجي في ترى؟ ليه هم أصحابي نروحوا كلنا مع بعضنا في الكار. كاو. عامل أبونمون؟ إي. قديش الأبونمون؟ 28 29 العام ولا 16؟ عام كامل. توا الأساتذة موجودين الكل ولا مازالوا؟ فما مش الكل الكل، فما أساتذة موجودين، فما أساتذة مازالوا مش موجودين. كيما عملناه وأنا عملناه ونحب نقرا أونجلي، ما فماش أونجلي. أونجلي بكل؟ فماش بكل أونجلي عملناه. عام شايح تعرف؟ عام شايح. عام شايح. علموك حتى حرف أونجلي؟ يا ودي أونجلي شايح، نروح للدار شد التليفون نطرش في السيريات وكا. أحوال النقل المدرسي لا تختلف على أحوال معاناة المواطنين من مختلف الشرائح، فمعضلة النقل هناك لا تستثني أحد، حتى وإن كان القطار في ضاحية رادس يعد من المكاسب التي تنعم بها الضاحية الجنوبية رغم العيوب المتكررة على هذه الخطوط. عسلام. عسلام. تقرا هنا في السيتكنيك رادس؟ اي نقرا لنا. اي تو شنو هو التران باهي مواظب معناها يقف المحطات معناها ديما رسمي؟ لا والله بعد ساعات ما يقفش لنا في رادس. قدام السيتكنيك ما يقفش؟ ما يقفش بعد ساعات اي. وشنو ما ياثرش على الدروس بتاعكم على تاخير؟ بعد ساعات ديما نجور وتار فهمتني، نجور وتار وبعد شويه حتى لنا كي نطلعوا التكنيك ما يعطونيش بيه. كيبدا عندك ديفوار معناها يذي علي. يذي علي اي. وعلاش هو ما يقفش ساعات هنا؟ ما يقفش ما يقف. خاطر فما ترانيات مثال تراو سبعة من السدرية، تراو سبعة من السدرية مثال يقف في حمل نلفق في محطة الكل يوصل التكنيك ما يقف. تراسينا نمشوا سيد رزيق فهمتني ونستنوا نرجعوا بالتران الآخر. معناها يختاروا لي سي تكنيك اللي فيه معناها أكثر من 1000 تلميذ تقريبا وما يقفش إلا وقت اللي يحب هو. هذيك هي شحال نعملوا لهم إن شاء الله يرجعونا ترانيات وكهو. ماذا بكم التران يقف ديما؟ اي ماذا بينا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله جماعه شيمينو يشوفونا حل به. رادس كانت مصدر إلهام السينمائيين والرسامين وحتى الملحنين والشعراء والمغنين، حيث خصص لها علي الرياحي أغنية تغنى فيها شحرور الخضراء بمدينة المراح وعاش فيها كبار الشخصيات والنجوم وأنجبت عبد العزيز العروي. وهكذا ننهي حكاية من حكايات مدينة عريقة اسمها رادس.